خبراء دوليين أعطوا شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لكلية الطب بتونس. هذه شهادة تستحقها بناء على تقييم معمق داخلي وخارجي من قبل هذه اللجنة. والقرار جاء بمطابقة نظام إدارة الكلية للمعايير الدولية لنظام جودة التصرف في المؤسسات الجامعية في الاختصاصات الطبية. بطبيعة الحال تكون بذلك كلية طب تونس أول كلية حائزة على هذه الشهادة الدولية في بلادنا، مما يعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في مجال الدراسات والبحوث الطبية وطنيا ودوليا. وتثمينا لهذه الشهادة الدولية وقع تنظيم معناها حفل على شرف المنتمين لهذه الكلية اعترافا بدورهم في إشعاع هذه المؤسسة. نمشي توا لجهة جربة وجرجيس لأنه فما أشغال قاعدة تتم. أولا القنطرة الرومانية أو الطريق الرومانية ممر بري يبلغ طوله أكثر من 7 كيلومتر، بنوها الرومان في نهاية القرن الثالث الميلادي ويربط بين جرجيس وجربة. وبين سنتي 2004 و2006 أضيف في منتصفها جسر مرفوع طوله 160 متر يعوض الجسر السابق طوله 13 متر ويسمحان بمرور المياه والأسماك والسفن بين شرق وغرب الجسر. نفهم أكثر الأشغال هذه وعلاش تعملت، لأنه فما شكون اللي المنظر تغير ما عادش يشوفوا الجمال والبحر وحتى الصيادين اللي يكونوا موجودين ويصطادوا، يعني أنه المشكلة أو الأشغال أفسدت بعض الشيء المنظر والأشغال عندها ما تقول. معنا السيد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدين سي صابر الضيف لي. سي صابر صباح الخير ويومك سعيد. صباح الخير سعيد ويومك سعيد عليك وعلى جميع المستمعين. مرحبا بك. شنو عندك مرحبا. ما تعلق على كلامي أنا في التقديم هذا؟ كلامك صحيح كله سعيد معني معلق عليه. جيس بركة حبيت نزيد نعطيك معطيات أخرى. أي. اللي هو طول الطريق اللي نعمل في المضاعف نتاعه هو 6.3 كيلومتر. أي. يحتوي على جسر في المنتصف نتاعه، معناه في المنتصف ما بين جرجيس وجربة. نعم. بطول 160 متر. نعم. هو الطريق هذا يربط اليابسة اللي هي معتمدية جرجيس بجزيرة جربة، وهو المنفذ البري الوحيد للجزيرة. أي. الجزيرة فيها ذو المنافذ حاليا، المنفذ هذا البري اللي هو ما يصطلح بتسميته الطريق الرومانية. نعم. وهو في بالنسبة لنا احنا هو الطريق الجهوية رقم 117. وثم نجم نصل الجزيرة زاد عن طريق البطحات. معناها هذا الطريق هذا هو المنفذ البري الوحيد للجزيرة. هو المنفذ الوحيد. المنفذ البري الوحيد. أي. نعم. هو البطحات معناها البري معناها طريق هو الوحيد. أي. فالانتظار إن شاء الله عملنا دراسة كبيرة وباش نعملوا قنطرة جديدة إن شاء الله ما بين جرف وجربة باش تكون في محاذاة الطريق الحالي الموجود بالبطحات. القنطرة قداش طولها هذه؟ الجديدة. أي جديدة. جديدة طولها 2.7 كيلومتر. 2.7 كيلومتر. الصديق الرسام الطاهر عويدة فنان هو وحساس ورسام، لاحظ لي قال لي ربما التوسعة هذه أو الأشغال هذه ربما تضر بالمنظر العام، شنو رأيك؟ ما تضر بالمنظر العام، هو كل واحد وقراءته. أيوة. فنانين عندهم قراءة حساسة. أيوة. شوية للموضوع الواحد. نعم. احنا راهو هذه دراسة فنية تمت بتدخل جميع الأطراف بما فيهم من وزارة الفلاحة وزارة البيئة وزارة التجهيز. معناها الدراسة هذه هي مضاعفة الطريق الرومانية، معناها احنا عندنا طريق هذا معناها كي نحكوا بكل وضوح معناها باش تكون الأمور واضحة للمستمعين. أيوة. كان عندنا طريق واحد ولو باش ولو عندنا زوج اطرقه، يعني تولي واحد يدخل وواحد يخرج. هذا هو تولي الحركه الإشكالية. اسهل يعني الاشكاليه صاحبيه هو ان في وقت الذروه ولا حتى في وقت عادي لا قدر الله يصير حادث ولا يصير كورتيج متعدي ولا تصير اشكاليه
السيركيلاسيون تتعطل وما عادش نجموا نتعدوا يعني توا تولي بالاشغال تولي سيوله في الحركه تولي سيوله كبيره وما عادش ثم امبوتياج وحتى في صوره وقوع حادث ولا حاجه ديما تبقى السيوله لا قدر الله بالطبيعه لا قدر الله انا صارت لنا برشا مرات سيرتو كي يجيك معناها التزود بجزيره جربه عن طريق الشاحنات بيتم كان على الطريقه هذه خاطر ما نجموش يطلعوا على البطاحات صار برشا مرات يصير بان نتاع كاميون مش حتى حادث حتى بان عادي نتاع كاميون في نفس الكياس تتعطل الحركه وتتعزل الجزيره من هذاك جات الفكره نتاع التوسيع ما لا الفكره سي صابر خليني نكون واضح معك جات مخر برشا مخر سديبون خاطر هي دراسه عندها برشا حاضره وقت لقينا التمويل مع الشريك الدولي هذايا خاطر هو ممول ما بين ميزانيه الدوله والصندوق العربي للانماء كي جات الدراسة كملت وجات التمويلات انطلقنا في الإنجاز. يا به. انطلقنا في أواخر 2019. نعم. مي بالنسبة لحكاية الفنان اللي أعطاه رومارك ويعطيه صحة، مي احنا راهو هذه السينوبليغاسيون خاطر ضرورة هذه. شير ضرورة باش نحموا الكياس نتاعنا من أمواج البحر والماء ما يتعداش الطريق. هذاك علاش عملنا نسموه احنا كاراباس يعني يصير قبل انه في عند هيجان البحر تصير مشاكل عند هيجان البحر الماء يتعدى فوق الكياس ويعمل مشاكل ويعطل حركه المرور هذاك علاش عملنا الحمايه وحتى في الحمايه ما استعملناش الاسمنت ولا اي طريقه اخرى استعملنا الحجاره وذاك حفاظا على الجماليه وباش المشروع نتاعنا يدخل في الطبيعه نتاعه وما يتغيرش حاجه كما نقولوا موش باش تفسد المنظر العام هذاك علاش عملنا الحجاره الطبيعيه باش نعملوا بها الحمايه نتاع الطريق نتاعنا. اي هي حركه المرور ما بين جرجيس وجربه مكثفه يعني فما حركه كبيره. فما حركه كبيره بالنسبه للسيارات وخاصه في وقت الذروه اللي هو في فصل الصيف معناها. خاصة في الصيف اي. خاصة في الصيف، كما قلت معناها الطريق هذه هي الطريق الوحيدة اللي تربط الجزيرة باليابسة معناها. تربط الجزيرة بباقي تراب الجمهورية. وكما قلت في الصيف تكثر الحركة باعتبار كذلك الحركة السياحية أيضا الصيفية. توا احنا بالنسبة لنا احنا راهو الطريق الرومانية معناها من ناحية عدد السيارات. أنا آخر إحصائيات عملناها في إطار دراسة الجسر الجديد لجربة. عندنا 25% من مجموع السيارات يجيبوا على البطاحات و 75% يجيبوا طريق الرومانية اللي هما في العدد نتاع قرابة 8500 سيارة. 8500 سيارة؟ في قداش من وقت؟ هذا في 2021. نعم. هذاك علاش من هنا جات الفكره ان احنا باش نعملوا جسر ثاني يكون ربط ما بين جزيره جربه واليابسه باش نزيدوا نقصوا شويه من حده العدد السيارات اللي قاعده تعدى تو خاطر البطاحات. نعم. عندها الشارم نتاعها وهي رمز من رموز الجزيره. صحيح. ما نجمش يتهز عدد كبير من السيارات، هذاك علاش جات الفكره باش نقسموا خاطر 25% تعدوا على الباك و 75% على الطريق. معناها جات الفكره هذه باش يتوسع الطريق الرومانيه باش تستوعب اكثر عدد من السيارات. وعندنا البنترة جديدة ان شاء الله تكون حاضره وتدخل حاجه استغلال باش تزيد تهز خاطر حسب الدراسات في افاق 2030. نعم. ان شاء الله حسب الدراسات عملها مكتب الدراسات هذا مكتب الدراسات التونسي وهذا فخر للتونس ان الدراسه هذه صارت بسواعد وافكار تونسيه. حسب الدراسات اللي عندنا احنا توا باش نتعدوا من 10000 سياره تدخل مدينه جربه باش نتعدوا الى 15000 في حدود 2030. معناها العدد مش يضاعف مره ونص. هذاك علاش فكرنا في توسيعة الطريق الرومانية هذه واضافه جسر جديد ان شاء الله. نعم. سي صابر بالنسبه للطريق تو انت كي نبدو داخلين جربه احنا عملنا البروتكسيون هذه معناها الحمايه بالحجاره عملناها من شيره البحر خاطر هو من شيره بحر ومن شيره بحيره مغرره. احنا عملنا بروتكسيون من شيره البحر خاطر هي الشيره اللي فيها الموج الكبيره وتنجم تهدد الطريق وسلامه الطريق وحتى سلامه مستعمل الطريق. صحيح. بينما من الشيره الثانيه اللي هي شيره البحيره حافظنا على نفس الطريق الموجود القديم والبروتكسيون القديمه. اي سي صابر حسب الدراسات نتاعكم وتقديركم وقتاش تكون الاشغال كامله يعني والامور جاهزه؟
بالنسبة للأشغال احنا توا ساعين خاطر احنا كي عندنا مقاول نطبقوه برزنامة إنجاز أشغال حسب آخر رزنامة محينة اتفقنا فيها مع المقاول المكلف بالإنجاز باش تكون في ديسمبر 2024. مع التقدم الحالي قاعدين نشوف فيه باش تكون بعد شوية إن شاء الله تكون في الثلاثي الأول من 2025 وإن شاء الله ما نفوتوش أكثر من هكاكا. خاطر الإشكالية هي اللي صارت هو أن معناها المقاولة تعطلت لتوفير الحجارة من الحجم الكبير تاع واضح نعم. شكرا إذا بارك الله فيك صابر ضيف لي المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بمدنين. ويلزم نسمعوا شوية من غناية زهيرة سالم من يمشي الجربة ويراها جنة في الدنيا يلقاها. يمشي الجربة ويراها